عالم الإنترنت والتطور بات المنهاج الذي يتبعه العصر. من هنا تبنت حكومة أبو ظبي مبادرة المواطن الإلكتروني منذ عام 2012 من خلال مركز أبو ظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالاتفاق مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لمجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم. استقطبت المبادرة الإلكترونية منذ إطلاقها عددا كبيرا من المشاركين الذين تم تدريبهم على شكل حصص صفية بمعاونة مدربين باتباع منهاج سهل يشمل مهام المشاركة الفعالة في إطار ثقافة الإنترنت والتمكين من الخبرة العملية، ويشمل 30 ساعة من التدريب. كما يمنح برنامج المواطن الإلكتروني الأفراد شهادة عالمية تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع الإلكتروني. الهدف من البرنامج ان احنا نغطي على الفجوه الرقميه الموجوده في مجتمعنا، اللي هم الناس اللي ما يقدرون يستخدمون الكمبيوتر، ونعلمهم الاساسيات الكمبيوتر والانترنت. يهدف برنامج المواطن الالكتروني الى التدريب على اساسيات استخدام الحاسب الالي والانترنت، وتمكين المشاركين من استخدام الخدمات الالكترونيه الحكوميه المقدمه، وانجاز المعاملات اليوميه الخاصه عبر المواقع المختلفه على شبكه الانترنت، فضلا عن توضيح كيفيه استخدام الانترنت بشكل فعال في التواصل مع الافراد والجماعات والحصول على المعلومات والمنتجات والخدمات. تدريب الفئات الغير متمكنة من الحاسب الآلي وأساسيات الإنترنت كان الهدف من إطلاق مبادرة المواطن الإلكتروني التي أطلقتها حكومة أبوظبي الإلكترونية. هبة صالح، علوم الدار، أبوظبي.